حياكم متابعي برنامج كأس الخليج، والكل يترقب انطلاق دورة كأس الخليج 17. سعيد عبد الله القطري، الله شوف الحركة من لاعب منصور مفتاح، ترى الله جول اللاعب، يلا خميس إلى درويش، لكن الكرة تنقطع منه وشوت من بعيد، الله جول هل مثلا تحبث هذه الفكرة، ولا ممكن خلينا نركز على كرة القدم ولا نركز على الألعاب الأخرى؟ والله أنا بالنسبة للألعاب الأخرى لا نقص لي فيها ولا قبل. نعم. لكن أنا كرة القدم طبعا، ولا أحب إذا بتعطوني فرصة أتكلم فيها عن المنتخب. نتمنى التوفيق للأحمر العماني. إذا نهاية الحلقة، استودعكم الله مشاهدينا الكرام، ولنا لقاءنا راح يتجدد معكم بإذن الله غداً.